حقيقة ما تفضل بالأستاذان الكريمان واقع حال، ولكنهما أعتقد أنهما نسيا أن هناك 80% من الشعب العراقي هو لم يذهب إلى الانتخابات. نعم أكو قواعد تعبير للإطار التنسيقي، نفس الحالة أكو قاعدة شعبية ثابتة للتيار الشيعي الوطني، لكن هؤلاء 80% من سيتحكم بهم في الانتخابات المقبلة، وما هي آرائهم اتجاه الفشل الحكومي طوال الحكومات السابقة؟ هناك نجاح على صعيد معين، لكن هناك فشل كبير في فتح ملفات الفساد. أعتقد أن سماحة السيد مقتدى الصدر أكد وبشكل كبير على يعني رفع المحاصصة والتخلص من المحاصصة. أنا ما أقصده عذرا أستاذ علي، يعني سأعطيك المجال، لكن أنا ما أقصده هو قضية الخلاف السياسي اليوم داخل مظلة الإطار التنسيقي. يعني هنالك رغبة لدى البعض بولاية ثانية وطموح مشروع أمام يعني ربما فيتو يضعه البعض لهذا الطموح. هناك خلاف سياسي، هناك يعني كتل متعددة، يعني مثلا البعض يذهب إلى الفراتين، إلى تحالفات، والكثير من الأنباء التي نسمعها والمعلومات. تفضل. صحيح أستاذ عدي، طبعا يعني هو هذا بداية التشوي، يعني أعتبرها حقيقة يعني أن موضوع الولاية الثانية لا أعتقد هو موجود أساسا. يعني هناك تقاعس كبير من بقية الشركاء السياسيين في منح الولاية الثانية للسيد محمد الشياع السوداني، وهذا ما انعكس في الفترة الأخيرة. يعني هناك أكثر من حركة، هناك أكثر من فئة، هذا التشظي بالتالي سيعم يعني بالسلب اتجاه العملية السياسية والإطار التنسيقي.